مرحبا بكم في كارماكس ومسابقه من سيربح السياره. رشيد كي داير؟ بخير. غايبان لكم مقدين هذه البلاصه بحال غرفه العمليات. قلت اليوم عندنا عمليه مهمه في البيكانتو. اليوم غنهبطوا الموطور ياك رشيد، ولكن ما غنهبطوش باي طريقه، غادي نهبطوه بالكرونو. اليوم جبنا معنا كرونو باش غادي نشوفوا شحال ديال الوقت غادي نديروا باش نهبطوا الموطور. قول لي في رايكم، حبسوا الفيديو قول لي في كومونتير شحال غنديروا هذا الوقت انا ورشيد. انت في نظرك شحال غنديروا هذا الوقت؟ لا ما نكذب عليك، انا ما عمري يعني ما عمر تزال شي هاد الفكره، ولكن نشوفوا دابا غنديروا التحدي، نحاولوا نطلعوا شي رقم زوين. وبطبيعه الحال الكرونو ملي غنكونوا حنا واقفين حيت كنصوروا في نفس الوقت، الا حبسنا شي حاجه في التصوير راه غادي نحبسوا الكرونو. يعني الكرونو غيحسب غير الوقت اللي حنا خدامين في الموطور. اون فوا نحطوا يدينا على الموطور راه غادي يبدا الكرونو. اون فوا نهزوا يدينا على شي حاجه ديال التصوير ولا راه غنحبسوا، حاجه عاديه. اجي تشوفوا معايا لداخل. كما قلت لكم السيمانه اللي فاتت بالنسبه للناس اللي متبعيننا في انستغرام راه عارفين كل شيء، لكن انتم مازال ما متبعيناش تقدروا تتبعونا في انستغرام. دابا راه تحيد كل شيء، رشيد راه حيد طابلو دبور كما كتشوفوا وحيد كل شيء باش كنوجدوا الطوموبيلات دخل لاتولي ديال الكاروسري. ملي غنهبطوا الموتور اليوم غتمشي الطوموبيله للكاروسري وغيتخدموا بجوج في نفس الوقت، الصباغه والموتور، وغنصور لكم كل شيء بطبيعه الحال. قبل ما نبدا ما تنساوش كارماكس بوايما، يلا نبدا. احنا غادي نبداو، يلا طوب كرونو سير. اول حاجه غطلع الطوموبيله في البو ياك. انت تشد واحد الجهه انا نشد واحد الجهه صافي، نديرو عاود انا وياك كرونو ديالنا بنادي. كما العاده. خصني تريني باش نسبقك. لا لا عرفتي اش غادي، انت غادي تحل انا نحيد هذه وانت دوز حل الاخر. الفورمولا 1 ها بنو مشى بعدا حاجه مزيانه، شاف 51 ثانيه سير. ها البنو الثاني مشى، شحال ديال الوقت؟ دقيقه وربعة ثواني، مشاو جوج بنوات. دابا نحلوا هذوك ياك. رشيد غيمشي يجيب الطروفيس الثاني باش نزربو، حيت دابا غادي نحيدوا البارشوك، نحيدوا لها الماسك القدامي عاد نخدموا فيها. سالي شي جيالي مليح. حيد ثلاثة باقي شي واحد اخرين. شوف مش جهة اخرى واقيلا ياك، باقي واحد اونفاس ليك. اونفاس صافي غنحيد. دور واحد التحت صافي، ولكن خصها حيدو حتى هاد الجهة، مازال خاصها هاد الجهة. باقي هذا هنا حيدتي هذا. هذاك عندي مهرس من هاد الجهة اصلا. غتحيد انا نجيب كرانات حيت هذاك ماشي هذوك في الطوكس، هذوك ماشي ميريكان. ميريكان ميريكان الاخر اللي ملي الطوكس مبدلين ميريكان، ولكن راه ما كيدورش مزيان. هاو هذا شينوا ماشي ميريكان. دابا نهبطوا البارشوك ياك. نحيدوا البارش، باقيين هادو. تحيد لوبتيكات ماشي باش باغي. نحيدوا لي زوبتيك هما الاولين ياك. والغشاي صيدتيني فيها، قال لك خليه هو يخدم العشرة في بجوج دورات. بق بق دير بحال هادي دوها. البارشوك مشى، هادو غنديروهم جداد غنبدلوهم. شنو غنديرو دابا رشيد؟ نحيدو نخويو الزيت. عندنا لونتيجين والزيت ديال نخويو كاع السوائل اللي في الموطور. لا كلين ما نحتاجوش خويو حتى جا عندنا فويت، ما كاين حتى حاجه. يلا سير دابا غادي نحلو بحال غنديرو فيدونج عادي ياك. المهم شويه، لا شويه شويه مازال خصني نحيد هذا ياك. من اعز الحوايج عندي هي نشوف الطوموبيله كدير فيدونج، ما عرفتش علاش ملي كنخرجها بالفيدونج كنحس بها جديده بحال رجعت فيها الروح. رشيد لقيت اللي كتخوي الطوموبيل، قول لي الاهميه ديال الفيدونج. مثلا شي واحد كينسى الفيدونج ولا ما كيديروش في الوقت،
ولا كيتعطل عليه بزاف. شنو الاضرار؟ هادشي ما تكونش ديري ستاج الاول مزيان عادي ديالك كتعاون في الرفروه ديال السمو كتعاون في يعني بزاف ديال الحوايج. دونك ما كيبقاش الموتور في التمبيراتور العاديه ديالو والكريساج كينقص. شي البلايص اللي كيكون عندك يعني فيهم فروطمون ولا اخر ما غيكونش عندك كريساج يعني راه اصلا السيلان راه كيتفرع يعني كيتفرعوا لي بيستون كيتفرعوا يعني حتى الروندمون ديال الموتور مع المده راه ما بقاش عندك الروندمون مزيان. وبطبيعه الحال لما درتيش كاع الفيدونس مره راه يقدر تكون لك الموتور هذيك حاجه عاديه. دابا نحلو نخويو البواط ياك قلت لي. وزيد الضروري باش نقول حيدو كارداش باش ما نديسيرو منها كاردا تخرج لينا الزيت. وشوفوا ليطا ديالها كي داير. وقيل اللي عارف انا اهم حاجه في البواط زيد البواطه هي ما يكونش فيها الطروف هاد الحديد ياك. حيت كيكون الا كانوا فيها الطروف هاد الحديد لا كانوا فيها لي كان راه حيت ديجا كتكون انت يعني ديجا راه كتكون انو عندك مشكله كتسمع في لي فيتاس يعني ديزاكول كتسمع يعني ديجا كتكون شي حاجه. بالنسبه للمانيوال كاين شي وقت معين باش تبدل الزيت ديال البواط؟ بزاف ديال الشركات كيديروا الزيت ديال البواطه افي حتى في الاوتوماتيك كاين اللي كيقولوا لك راه افي واخا بزاف ديال الناس ما كيتفقوش كيقول لك لا راه خصها تبدل شي مره عاوتاني في التبديل كيكون الاضرار ديالها اكثر كاين اللي كيبدل الا ما بدلتيهاش عند واحد كيعرف اش كيدير شحال من واحد بدل ديال الاوتوماتيك صدق عنده مشكل عاوتاني كبار حلو هادو في نفس الوقت انا كنخدم بطريقه تقليديه صافي استسلمت اي هاكا تقريبا فوالا دابا خويا الماء السلال غيهبط صافي بارك حبس علينا هاد اللقطة دابا نهبطو الطونوبيل راشي ديالك ون ونحيدو حيدو هادشي اللي لقدام ماسكافون بعدا ماسكافون رشيد وراني واحد الباسا غاز اش كاين اش كيدير الشكل ديال اجي نوريكم كي غنحل به الكولية ها انتم ها هي ها هي شو كي غادي نحط هادي هكا هنايا وغادي نزير داكشي من البعيد ها انت شوف من هنا داكشي بالبلوتوث نزير بحال هكا ها هي تزيرات عليه ها شتي بالبلوتوث داكشي ها هي تحلات وباش ترخي عاوتاني غنبرك على هادي هكا ها طق ها هي ترخات وهاد الدوريته تحلات اول مره غادي نشوف هاد لوتي هذا الصراحه كيصلح هذا رشيد الا كانت شي حاجه بعيده ياك باش ما تبقاش داخل بالباسا غاز كيتعدى شي حاجه مزيره اللي ما غاديش نتايا ما لاحقش ليها ما غاديش تصلح ليك كاع يعني تخدمها اصلا باسا غاز حيت كنظن كاينين طوموبيلات اخرين هنايا في كيا اللي عندهم الموتور عامر ماشي بحال هنايا كاين شويه اتساع صافي هي الدوريته تحيدات بلان هادي هو كيحل السيركوي ديال لاكليم كرونو ديالنا دابا راه غادي وصلنا 24 دقيقه 24 دقيقه حنا غاديين رشيد تبغي تشرب الماء نحبس لك الكرونو ما تخافش ما تحسبش الكرونو نعيطو على قرعه الماء نوريك واحد الطريقه قرعه الماء شتي هاك تصفق صفق حتى انت تجي قرعه الماء قرعه الماء مزيانه الطريقه جربوها في الدار يطلع لك غير البرد نديرو شي حاجه اخرى غير الماء جرب شي 100 مليون صفق لا لا الطريقه كتخدمها في الماء سمح لينا دابا شو مازال هيدو غير بالنسبه لل الكابلاج اللي عندنا كلشي حزوا الكابلات كاملين من الطريق ياك بالنسبه للدوري تحيدتي هادي الدوري تحيدتها صافي شي كابلات هذاك هنايا عندي مزيان من غير هذا صبر صافي هي البيكانتو كتفرتت بلاتي انا ندير راسي انا هو البيكانتو غندير راسي هو بيكان عرفتي ودخل فيا دابا شي واحد دابا راه عندي البارشوك بكلشي جي شي واحد هاد النقطة مهمة بزاف ياك رشيد غنشرحوها من الأرض دابا هادي علاش هادشي حيت ما كيدارش لونتيجا كيدار الماء شتي هاد الحالة هذا راه الصدى هاد الصدى راه كيدور وسط الكروب في الموتور راه الموتور فيه الحديد هاد الحالة ديال الماء الروبيني ما عمركم ديروه ديما لونتيجا Oh.
هذه لاراش كيخدم بها الروتول ديال الديريكتور. شوف كي كيدير لها الطريقه سهله الصراحه بلا راشك فوالا. دابا هادي اللي كنحيدو رشيد الصوت ياك من هنا ملي كيخرج الغاز ديال لي شابمو حتى كيمشي للور. هادي اللي حيدنا دابا سيبور ياك شوف دابا ملي حيدنا هاد السيبور شوف الموتور ديال بيكانتو كنشطحو بصبعي. ها كيبان لك الصحة رشيد؟ لا ناض مابقاش لينا بزاف ونكملو الكرونو. وصلنا فيه 48 دقيقة و 23 ثانية. كاينة كاينة الخدمة ما بيكش. الرجل الأولى تقيل شوية هذا الرجيلة الأولى. دابا نحيدو لالين كاملة. عندنا هادي رشيد صلاح الله صالح ضربوا بها البار ضربت الميكرو ياك نخدموا بها شويه ديال الكتاف كي جيت الحركه راه حيدوها من البلاصه الممنوعه ولا دابا ما بغا من القدام مزيان يلاه حيد. سيداتي سادتي البيكانتو تتفرتت بهدوء. شوفوا الكرونو شحال وصلنا. اوه ها نكملوا ساعه دابا. هيا هيا ها كملنا ساعه. كي جيتكم اليوم في هذه الحلقه خدامه بديت كنشد الحلقه رشيد بديت كنشد الحلقه شويه شي كينافقني عاد عاد والله الا كتنافق ولكن انا كنتعلم. سيداتي سادتي بعد لحظات قليله كيهبط الموطور. هاد الكابل هذا عزيز علينا ديال الاكسيراتور هذا هو باش كتكسيري الطوموبيل. ها رشيد شرحوا لهم هاد القضيه بزربه زوينه. هاد المعلومه ملي كتبرك على البيدال ديال الاكسيراتور هاد الكابل هذا هو اللي كيتجبد وكيحرك هادي وكيتحل البابيون. ملي كيتحل البابيون كيدخل الهواء. ملي كيدخل الهواء كيوقع الاحتراق وسط الطوموبيل وصافي وها هي كتكسير بكل بساطه. او وليت انا اللي كنهبط الطوموبيل صافي. هذا دابا رسمي هنايا يا رشيد صافي صافي دابا راه خدام باش بدا نلبس. انا اللي كنتحكم دابا صحابي مهم الشمس. انا بالنسبه ليا خصنا نحبسو هنا زيد شويه. قربنا ما بقاش لنا بزاف. تعذبنا مع هذوك الكابلات كرونو هو تعذبنا مع الكابلات. نشوف شحال عندنا دقيقه و17 شي مره راه غير التفاصيل الصغار يقدر ياخذ لك الوقت بزاف. هاد الكابلات هادو هذا كان راكب في الديمارور ياك ديمارور ولا الالترناتور ما عندكش مخشي شويه لداخل مشى لنا فيهم شويه ديال الوقت. ولكن واخا هكاك راه غادي في توقيت جيد جدا. هنا دابا واحد الحاجه زوينه بغيت نوريها لكم. هذه لابواط ديال الطوموبيل وهاد الكابليات هادو هما ديال السيليكتور جايين من عند لوفي دي فيتاس. ملي كتكون جالس كدوز مثلا كدير بريمي ولا دوزيام ولا هادو كيتحركوا وكيحركوا لينا السيليكتور هنايا في لابواط شتي وكيدوزوا الفيتاسات. عيش نهار تسمع خبار. ودابا مور ما حيدنا كاع الكابلات وحيدنا هانتوما الكابلات هما تعزلوا حيدنا الدوريتات كاملين اي حاجه اللي مبرونشيه بالموتور هو بقى معزول بقى مشدود دابا غير بهادو. شنو هما هادو رشيد باش مشدود الموتور؟ هادو السيبورات ديال الموتور. سيبورات دابا عندنا جوج سيبورات وحده هنايا وحده هنا صافي دابا غنحلوهم غيطرخى الموتور ياك. ولكن قبل غنفيكسيو غنستعملو هادي ها لا جيراف الزرافه بصح راه شكلها داير بحال لا جيراف دايره بحال الزراف. غادي ندير نشدو الموتور في السنسله ياك هنايا ويبقى معلق. دابا مورا ما فكينا السيبورات صافي واقيلا دابا غيخرج الموتور ياك نطلعو الطوموبيل. رشيد بهذا الصيد الثمين تبارك الله عليك برافو عليك. ها هي الجائزه ديال اليوم ياك هبطناه. اهم حاجه دابا هي الكرونو بلاتي نحبسو. شوف شوف رشيد.
53 ما كملنا ساعتين. هادشي اللي كنت كنقول في راسي، واش غنديروا، ساعتين ولا لا؟ قل من ساعتين، ساعه و53 فاش هبط المطار. هانتوما باقي متبعين معنا المغامره ديال هاد البيكانتو. دابا المرحله الجايه هو غادي تفرق البواطا ياك رشيد. نفرقوا البواطا، عاد باش غادي ندير لكم الحلقات فين غنهضروا على كاع داكشي اللي غادي يتصايب في المطار. نخدموا على الموطور. غادي نخدموا على الموطور بطبيعه الحال. سيداتي سادتي، ما تنساوش لايك وسبسكرايب باش تشجعونا. اللي مازال ما عمرش طومبوله ديال بيكانتو، سعداتو ولا سعداتها اللي غيدي الطوموبيل، احنا خدامين معاكم كنوجدوا لكم الطوموبيل. نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.